بقى ايه القصه دي ونقفلها، وانتوا على السوشيال ميديا كتبتوا فيها واحنا اتكلمنا معاكم بعض النقاط اللي احنا رصدناها، ونتمنى تاني ان الفكر اي حد بيبقى عنده احتراف لما يجي في مؤتمر صحفي يعلن فيه عن انضمامه لده يبقى مختلف في الردود. ثقافه الاختلاف عندنا مختلفه، لسه عندنا فيها اختلاف كبير قوي عن بره، يعني واحنا بنتكلم على الكوره عايزينها تبقى زي بره، حتى سياسه الاختلاف مختلفين فيها. تعالوا كده مع بعض بقى زي ما معتادين مع حلقاتنا، وفي اولها بنروح لاهم وابرز العناوين الاخباريه الموجوده معانا النهارده. هنبتديها مع النادي الاهلي. الاهلي بيهدد اجاي بالرحيل في ميركاتو الصيف، وانا اشك ان يكون ده تصريح سليم 100%. والاهلي بيستعيد خدمات كهرباء في المباريات بعد انتهاء ايقافه رسميا. والزمالك بينتظم في معسكر الغد الاربعاء ببرج العرب استعدادا لمواجهه سموحه. ولسه مع نادي الزمالك اللي بيرفض المجازفه بن شرقي في مواجهه سموحه بسبب رحله المغرب المتوقعه ان شاء الله. والمحترم ايمن مزين بيعود لتدريب بطنطا بعد رحيل احمد سامي. والمهندس فرج عامر بيحافظ لاعبي سموحه لاستعاده مسيره الانتصارات امام الزمالك. والنادي الاسماعيلي بيرفض الراحه استعدادا لمواجهه النادي الاهلي بالدوري. خصم 3% من عقود لاعبي الاتحاد السكندري بعد الخساره من المقصه.